ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صاب العمالي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وإنت، بقلبك محلي وجوا قلبي إنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا يلا يلا جاية. هلو تعال برا برا. انت ليه برضه تستقبليني؟ ليه؟ هو انت وامك بتستقبلوا الضيوف بنفس الطريقة ولا ايه؟ العيلة كلها كده؟ اطلع لبرا اطلع لبرا، احنا ما سرقنا عليك السكيورتي كله، اطلع لبرا. ليه؟ ده انا حتى قايل لهم ان انا جايب لك هدية من حبيب القلب. وبعدين يعني انا عرفت انك بقيتي متحضرة وانت ناس وخدت الجنسيه الانجليزيه، عندهم بقى بره ومطلقين بيبقوا اصحاب. مش عايزين نبقى اصحاب ولا ايه؟ ها؟ الله يخليك نبيل، في بنت صغيره نايمه جوا، انا بكره ببقى بحكيك وبلتقى فيك بره وبنحكي. هيدا سويت مش لالي. ما انا عارف عارف انك بتعشقك حبيبي القلب اللي البنت اللي نايمه جوا. عارف هيدا مش عشيقه، هيدا خطيبه. ترى بقى مبسوطه معاه؟ معها فلوس كتير، ها؟ وعشقات كتير كمان، وانت بقيتي واحدة منهم. عرفنا دلوقتي سر القبها والفلوس اللي معاك كتير دي منين يا دكتورة؟ دي وجهة العيش أو الغرام. بشر أنا أشرف منك من اللي هنا لفوق. يا عايزة تجيب عيال وتتجوزي وتعملي
العيلة؟ ها؟ ها؟ انت مش هتجيب عيلته وانا عايش. انت قلت لي مش هتتجوزي. مش هينفع تتجوزي وتجيب عيال. انا مش عايز حد يعرف ان العيب مننا. انت مش هتشوف عيالته وانا عايش. انت فاهمة؟ ها؟ تعرف انا مش هموتك المرة دي ليه؟ الو سوري اذا عم بزعجك بهذا الوقت المأخر، بس بصراحة انا من وقت ما سكرت التليفون انا وياك، وانا كمان من وقت ما سكرت معك وانا عم فكر فيكي. بدي ارجع اطلبك بس ما عم بعرف شو بدي اقول. ايمتى بدي اشوفك ونقعد نحكي على رواق؟ بصراحة إذا بتجوا بكره الساعة 8:30 منيح؟ اوكي بكره 8:30 بكون عندك. بونوي بونوي. هاي حبيبتي كيفك؟ بك شي؟ أكيد إنك مخبصة بشي مثل العادة. أخذت منوم وحملتها على الأوضة منهارة مثل العادة. يا ربي على حكاية بري الزيت اللي ما عم تعرف تخلص. كتير غريب إنها بعدها بتحبك. حاش صدق كل شي بتقلك اياه. ما صايرة مهووسة وما بعرف شو صايبها براسها. نحن تاركين بعضنا من سنين. ما عم تقدر تفهم هالشي. بابا دخيلك طلقها. إذا بتحترم هيدي المرة شوي بتطلقها وبتفترقه. يا عمي خليها تصدق إنه أنت ما بقى بدك إياها. خليها تصدق إنه أنت ما بقى تحبها. شو هالحياة المريضة اللي عايشينها نحن بابا؟ هيدي حياة مجنونة ما حدا بيقبلها. فكروا فيي شوي.
حاجة بالكم بهالتفكير الأناني وما عم تفكروا غير بحالكم. أنا ما بقى فيي أتحمل حسوا فيي. أناني؟ هلا اللي أنا عم بعمله صار أناني؟ أنت بتعرفي اللي عم بعمله عم بعمله كرمالك، عم بتحمل أمك وجنون أمك وما بدي نطلق لأنه أنت بعد ما تجوزتي. بشرفك بابا سامح حالك شو عم تحكي؟ سامح حالك عم تقول حكي متخلف ما بيشبهك؟ إذا بدك مصلحتي فمصلحتي إنكم تطلقوا، لأنه هيك إذا منضل هيك أنا بموت، أنا اللي ما بقى فيي أتحمل. ما تعطلوا همي إذا عم بتفكروا فيي، لأني أنا مش رح أتجوز. بتعرف ليش مش رح أتجوز؟ لأنكم عقدتوني الجايزة كلها سوا، لأنكم كرهتوني الجايزة والعائلة والحياة كلها على بعضها. ليه سكت هيك؟ ما بدك تخبريني شو صار معك؟ طب شو عم تفكري؟ أنا ما بآمن بالصدف إنه نبيل اللي عايش ما بعرف بأي بلد يسائب بهالوقت بالذات هون بالوقت اللي أنا فيه هون ونلتقى بالمستشفى. هيدي مش صدفة خيي. شو يعني؟ قصدك أنه نبيل عم بيراقبك؟ أو بعت حدا تشوف أنت وين؟ لا مش هيدا قصدي. أنا ما بآمن بالصدف، بآمن بالقدر. يمكن قدري أنه يطلع لي هالرجال بالزيت بهيدا الوقت التقى فيه. ما فهمت كلمة شو؟ ما بعرف مين بيعرف القدر شو مخبي لنا؟ بالنسبة لي هيدا حظ عاطل أو صدفة بشعة إنك تزوري لبنان وهو يزور لبنان وتتلاقوا بنفس الوقت. بس أنا ما عم بفهم ليه عمل فيك هيك؟ ليه ضربك؟ لما شاف معي زينة جن فكرها بنتي. فكر إني تجوزت وجبت ولاد عاملة عيلة ومبسوطة. وانت بتعرف عقده لنبيل النفسية، ما بده مين يخبرك عنه. غريبة هالدنيا، في ناس بتمرق عليها سنين هي وقاعدة مطرحها كأنه ما مرق عليها ولا يوم. في ناس كل يوم بياخدها لمطرح جديد. لما فات علي نبيل وضربني حسيت كأني امبارح تركته، كأني ما تركته من 15 سنة. بعده هو زاده وأنا من 15 سنة لليوم خلقت من جديد. تعلمت وكبرت وانضجت وصرت إنسانة تانية، إنسانة جديدة. معقول؟ معقول بعده نبيل مفكر إذا ضربني بيقدر يغير شي من الواقع ومن الحقيقة؟ معقول خيي؟ معقول بعد في حدا هيك؟ يكون بعلمك اختي، هي اول واخر مره بسمح لهالمريض يقرب لك. انا بفرجيه اصلا لما اياد يعرف انه نبيل هون. وح تخبر اياد؟ ليه ما خبرتيه انك تلاقيتي بنبيل اصلا؟ لا وما بدي اياه انه يعرف. ليه؟ هيك مصيبه امه واهله. تاني شي ما بدي يعرف إنه نبيل ضربني. ما بدي يحس إني ضعيفة. أنا خلص صرت قوية بنظره وهو بحبني لأني قوية وبيحترمني. ما بدي يحسني ضعيفة. طب روقي، حط له بشي نشربه وتروقي أعصابك، أوكي؟
أهلين وسهلين بأحلى عم. إن شاء الله ما تعذبت على الطريق. لا ما تعذبت. كيفك؟ منيح. لما شفتك اليوم عم تحكي مع ستك وتودعها ذكرتني بحالي لما كنت بعمرك قبل ما أهرب من الحياة اللي كنت عايشها. مجد، واضح إنك شاب ذكي وطموح وموهوب. لما نخلص من تفاصيل العزا والدفن بدي أقعد أنا وياك ونحكي. عن جد عمي؟ بتعرف من أنا وصغير بحلم إني أحكي معك وشوفك؟ شو وينهم كلهم؟ ناطرينك جوا. لا خليهم يطلعوا لهون. عمي برد هون. يلا عمي يلا يلا. الله يرحمها ويحسن إليها. فوت عمي فوت. علي تعذبت كثير. باقي بحياتكم يا جماعة. حياتك الباقية عمتي. حياتك الباقية يا أخي. بايب حياتك بابا. وين بنتك؟ ما بدك تعرفها على جدة وعيلتها وعولاد عمها؟ معلش بابا، بس الطريق طويل وصعب والوقت صار متأخر، ما خرج جيبها. أنا جاي مشان موضوع تاني، جاي مشان دفن أمي. بدي انزل ندفنها بسوريا بضيعتنا وبأرضنا جنب المرحومة أختي. إيه؟ أنا بروح معك. بنروح أنا وأنت وبندفنها هنيك. وأنا بدي روح معكم. لا، أنت ما بتروح. بدنا نروح أنا وإياد لوحدنا. بدنا نكون أنا وهو لحالنا. في قصص كثيرة بدنا نحكيها على الطريق. ماشي، معناها اتفقنا. بكرة يا ابني؟ لا بعد بكرة. بدي خلص الأوراق بالمستشفى وأوراق الدفن على الحدود كمان. عود عمتي، عود. أنت مالك غريب. سامية، قومي اعملي شيء. لا أنا بعمل. لا يسلموا إيديكم. عزبناكم معنا اليوم، كفيتوا ووفيتوا. إن شاء الله بتكون خاتمة أحزانكم. شكراً، كتر خيرك على وقفتك معنا يا جنبي. الله يرحمه. يرحم أمواتك. الله يرحمه. قومي سامية، عملي لنا بريق شاي قومي. تفضل عمي تفضل. عود عم ترد؟ هيئتها نامت. حرام تينو، بلش شغل من الصبح لعشية كل نهار رقص. كنت تعبت ونامت. هيئتك بتحبها كتير هيك؟ ايه، مغروم فيها كتير. ولا مرة انغرمت هالقد. حابب انه نرتبط على قليلة نخطب. وهي ما بدها. عرفت، حكيت معها كم كلمة لما وصلت زينة لعندها. قالت لي إنك عم تضغط عليها كتير وهي مش مستعدة للارتباط هلا. تينا عندها مشكلة ببيتها، هي وحيدة أمها وبيها، وأهلها صار لهم فترة منفصلين بس عايشين ببيت واحد. بيها بيظهر وبحب وبيصاحب
والأم بعدها مغرومة فيه، منهار على الآخر، صار لها سنين. وتينا، تينا حاملة كل شيء. منشان هيك صارت تكره الزواج، بس بكرة بتغير رأيها، طول بالك عليها. سألني إلي، بس طلقت نبيل حلفت على الزواج، ما صدقت أخذت حريتي. بس لما تعرفت على إياد صرت مش مصدقة بعيش أنا وياه تحت سقف واحد وبنعمل عائلة. يعني مشان هيك تينا ما بتحملي؟ ما بدها ترتبط فيي وتعيش معي؟ مش هيك قصدت حبيبي، لا. تينا بعدها صغيرة، ناقصها خبرة ونضوج، بدها شوية وقت لتكتشف إنه مش كل الرجال مثل بعضهم. إن شاء الله. بصراحة أنا خايف شوي على علاقتنا، حاسس إني ماني ثابت، خايف تتركني أو تزهق مني. بعرف إنه تينا غريبة ومنها هينة، صعبة، ما بتعبر عن مشاعره. بقول لها 100 مرة بحبك، تتقلي إياها مرة وحدة هي. إيه وعشو هالقد بتحبها لكين؟ لأنها بتنحب كتير، بتتعلقي فيها وببطل فيك تتركيها. وخواجة فادي والانتحار؟ خبروك؟ هو اللي خبرني. بتعرفي شو؟ صار عم حس إنه فادي عم يعمل كل اللي عم يعمله بس تخوفنا عليه ويلفت نظرنا. أنا صراحة صرت خايف منه، خايف على أهلي منه. طيب حبيبي يلا قوم روح نام أنت هلا، بكرة عندك شغل بكير. لا باقي معك تيرجع إياد. لا إياد مطول شوي تيوصل، أنت روح نام، أنا رح فوت أتحمم ونام أرتاح كمان. خلص بوعدك ما رح أفتح الباب لحدا. يلا قوم. يزن حبيبي أنا بكرة نازل على بيروت. إيه بس أصل بحكي معك، بركي بنزل بشوفكن أنت وأهلي وبعدين بنرجع أنا وياك على بيروت. يزن حبيبي ليه ما عم تفهم علي؟ طب ليك برجع بحكي معك، خلص بعد شوي برجع بحكي معك. يا شراب شاي، لا تخاف ما حاطين لك سم فيه. أنا ما بخاف محمود، ما بخاف إلا من الله. إذا ما بتخاف غير من الله بتكون شغلة كتير منيحة. كيفك عامر؟ الحمد لله منيح. أنا آسف كان لازم أعزيك من زمان، بس تعرف مشاغل الحياة. ولا يهمك أخي، ولا يهمك. مرتك وبنتك كيف ماتوا؟ كان أخذهم سياحة على أوروبا، وهنيك على هذا برج إيفل وقعوا وماتوا. عم بحكي مع عامر، أنت ما تدخل إذا بتريد. بالله عن جد؟ وإذا ما بريد؟ ما بيعني لي بتريد ولا ما بتريد، أنت كلك ما بتعني لي أصلاً. مو شايلك من أرضك، مو شايفك من زمان، مو من هلأ. أنا شايلك من راسي، إذا بتريد تشيلني من راسك. لا حبيبي ما حذرت، ما فيك تشيلني من راسك ولا تشيلني من حياتك، لأنه أنا أخوك ورح ضل أخوك غصب عنك. والله يا حبيبي ما في شيء بيصير غصب عني، وهذا الأسلوب خلص من زمان، من وقت ما برمت ظهري ومشيت وتركتكم. حتى لو برمت ظهرك ومشيت ما فيك تطلع من جلدك، نحن عيلتك وأهلك، وبالنهاية رح تلف وتدور وترجع للتراب اللي طلعت منه، مثل ما هلأ عم تعمل مع أمي الله يرحمها. تجوزت وكبرت وربتنا وتعذبت وتهجرت وهلأ ماتت ورح ترجع عطراب الضيعة اللي طلعت منها أنت. لك خلصنا بقى، أنا شو جاي أسمع مواعظك أستاذ محمود؟ أنا قلت لي بدي أقوله بابا بعد بكرة بيجي الشوفير، تنزل أنت وياه على المستشفى ومن هنيك بنطلع على سوريا. يلا تصبحوا على خير. بس أنا ما جاوبتك كيف ماتوا مرتي وبنتي. والله الحق عليك، لأنه أنا سألتك كنت ناطر اسمعك، بس أنت سمحت الأستاذ يجاوب عنك جواب أسخف من شكله. أنت بدك ترباي من أول وجديد، لك 20 سنة وما عرفت تتربى. محمود عود بلا مشاكل عود.
اسمعني اياد، فيك تضحك على كل الناس اللي ما بيعرفوك وتفهمهم انك غني وتيابك حلوه وسيارتك بتلمع، بس علي ما فيك تضحك. انا اللي بعرفك وقت ما كانت تيابك مشلخه وانا اصرف عليك، ولما كنت تسرق فستق من عند ابو عبده وتروح تاكلهم بالسر مثل الحرامي. اسمع اياد، نحن هلا مهجرين، خسرنا بيوتنا واملاكنا ومحلاتنا، وانت مجبور تساعدنا غصب عنك، لازم تساعدنا. نحن عيله بدنا نعيش وانت مجبور تساعدنا، مجبور لانه نحن اهلك. عم تفهم؟ انا مالي مجبور بحدا ومالي مضطر اعمل شيء غصب عني، وحركاتك هي ما بقى تنفع معي. وحرامي الفستق اللي عم تحكي عنه تعب واشتغل لحتى صار رجل الاعمال اللي واقف قدامك. ورجينا ارض كتافك، يلا روح اشتغل، اشتغل وطلع مرتك وعيالك من هالفقر اللي معيشهم اياه. انا ما بتحمل مسؤوليه فشلك وفقرك. مجد، بعد بكره نزل مع جدك على بيروت، ما اتركه لك. اياد، يمكن ما عاد في حكي بينك وبين أخوك محمود ولا اتفاق ولا شي بيجمعكم، وواضح إنه كلامه لا بيقنعك ولا بيعنيك، بس هذا ما بيمنع إنه كلامه مظبوط وحقيقي وبيخوف. أنا مالي ناطر محمود لحتى أعرف إنه حياتكم بتخوف. لو ما الحياة معكم بتخوف أنا ما كنت هربت. بس نحن لاجئين مهجرين. وأنا كمان لاجئ ومهجر، بس قبلكم بكثير. لا، هذا الحكي مو صحيح ومو عادل. مو عادل؟ أنا تهجرت وعشت سنين طويلة، سنين طويلة من التعب والعذاب. كنت نام بالطرقات بالشوارع على الأرصفة، أحيانا ما كنت لاقي لقمة أكلها. كنت أشتغل 24 ساعة على 24 ساعة. انحبست وهربت وتعبت وعشت فقر. انتو كلكن ما عشتوه. وين كنتوا؟ وين كنتوا وقتها؟ فكرتوا تسألوا عني؟ فكرتوا تعرفوا إذا أنا ميت ولا عايش؟ طبعاً لا. تعرفي شو الفرق بيني وبين هدول اللي قاعدين جوا؟ إنه أنا حبيت الحياة وآمنت بحالي وتعبت وكبرت شوي شوي لحتى وصلت لهون. مو هلأ بعد ما صرت إياد الناجح بدكم تيجوا تقنعوني إني أنا مجبور فيكن. لا لا، أنا مالي مجبور فيكن ولا مجبور بحدا، أنا مجبور ببنتي وبس. ولك يا حيف عرجال، يا حيف عرجال يلي بيرضوا إنه عائلتهم ينهانوا وشرفهم ينهان وهنن عم ياكلوا بأفخم المطاعم وعم يقنعوا حالهم إنه هنن بألف خير. أنا بألف خير عمتي، بحب أكد لك إنه أنا بألف خير. لا، أنت مالك بألف خير، وأبوك مسدود جوا ومعرض بأي لحظة ينزت على الطريق. لا، أنت مالك بألف خير، وأنا عمتك يلي ربيتك بردانة وخايفة من بكرة ومن اللحظة يلي جاي. لا، أنت مالك بألف خير، وإخواتك وأولاد إخواتك معرضين للخطر بأي لحظة وقاعدين بلا علم وبلا مدارس وبلا مستقبل. مو أنا المسؤول عن هذا الوضع. ولا نحن مسؤولين أبداً. حالة حرب ورعب انفرطت على الناس كلها، وضع قاسي وبيأسي وقع على راسنا كلنا، وانت لازم توقف معنا. يا اما بتكون كذاب وما بتخاف من الله مثل ما قلت لاخوك قبل شوي، لانه يلي بيخاف من الله ما بيعمل بعائلته هيك. عمتي، انا من اول ما خلقت وانا حامل همكن على كتافي. انتو الناس يلي شغلتهم بس يحطموا حالهم يلي حواليهم. لما هربت منكم وبعدت انا صرت، انا عشت، صرت بني ادم. مالي مستعد ابدا ارجع لمأساة حياتي بايدي. انا اسف عمتي، ما فيني اعمل لك اكثر من هيك ولا فيني اقدم لكم شيء. تصبحي على خير. الله يا الله يا الله يا الله يا الله.
شو سالي؟ تأملتي البيت بما فيه الكفاية؟ خلصوا الخمس دقايق ولهلا ما قلت اللي جاي تقولي. اللي بدي أقوله ما بده خمس دقايق، بده لحظة واحدة. خير. بحبك. هيدا اللي جاي أقوله. اللي جاي تقولي بتعمل. اسمعني شوي، اسمعني للآخر وما تحكي شي، اسمعني بدون ما تحكم علي، اسمعني وكأنه حي الله بلد. مش تلميذتك اللي القانون بيمنعها تحب أستاذها واللي أستاذها بيخاف من القانون. أنا بحبك جنون، فكر فيك ليل نهار، ولا ليلة بفوت على تختي أنا ما بحسك معي بالتخت. سالي بليز، أنت مفتكر إنك مش متورط معي بعلاقة؟ أنت غلطان كتير، أنت كل ليلة معي. اللي عم تقوليه واللي عم تعمليه ما بيجيب إلا الخراب لإلي ولإلك. حتى أوقات بكون مع شي شاب مثلاً، بتخيله أنت، بتخيل إنه أنت اللي مرافقني، أنت اللي عم تغمرني، أنت اللي عم تبوسني. لا حبيبتي، لا وحياتك، لا خلص، مع بكره بنحكي بهالامور. طيب خلص يلا تركيني نام. لك نامي وتركيني نام. لك يا قلبي، لا انا ومعك ولا انا وبعيد عنك تتركيني نام. ظالم كثير انت. لا يا قلبي لا، استأخر الوقت. خلص وحياتي. جنى شو بك؟ رح تخنقيني؟ شو في؟ شو بك؟ ماشي حبيبي، بس ما بقى في عيش بلاك، ما تتركني ولا لحظة بليز. ما رح اتركك، لا تخافي. شو بك؟ Thank you.
يلا سالي بليز طلعي ضبي اغراضك، انا صار لازم امشي ما بدي اتاخر على المطار. بليز حياتي ليش بدك تفل هلا؟ ضلك بعد شوي. لا لا شو ضلني بعد شوي؟ ما عندي وقت، ما بدي اتاخر، وانت صار لازم تروحي على الجامعه. يلا سالي. طيب اوكي انت فل هلا، انا بعد شوي بفل وبسكر الباب وراي. لا انت اكيد ما فيك تضلي بالبيت، بدنا نمشي سوا. ولا ليش هيك عم تعملني؟ خلينا احلم وانبسط وفكر بالليلة اللي قضيناها سوا. انا بدي اطلع من هون وسكر الباب وراي، اوكي؟ بدي اقفل البيت. اوكي انت فل وهلا انا برجع بسكر الباب وراي. ليش هيك عم بتعملني كاني شي بنت اجيت قضيت معك ليله وخلص؟ أنا سالي حبيبتك. مش بس وعيتوني بكير وتربيئة كمان، شو هالنشاط كله؟ ايه رح روح كل النهار أرد هنشينا. ياي شو شاطرة أنت. وأنا رح أقضي كل نهاري بالوراق والمعاملات تبعت تخريج الجثة من المستشفى وتمريقها على الحدود. مو سهلة بنوب هالقصة. أكيد إذا بدك أنا بوصل زينة على المعهد. لا لا خلص انا باخذها بطريقي. بأي ساعة تينا بتكون؟ احنا اتفقنا امبارح على 9. بس بكير كثير للتسعة. هلا معلش مرقلنا نصعد زمان. انا وبنتي نشيطين مو مثلك لهلا بالبيجاما. انت شو رح تعملي؟ رح املق شوف اهلي شوي. بدي اشوف صاحبتي تاتيانا كمان. غني اذا بدك انا برجع زينة. مثل ما بدك. نحكي على التليفون طول نهارنا على التليفون. اوكي حبيبي. يلا بابا. يلا امور. صحة. حتين. Have a nice day. يلا. وين بوستي؟ باي. أنا ماشي. بدك شي؟ اوف ظهرة بكير اليوم. عادي. لا أبكر من العادي اليوم ما هيك؟ هلا بشرفك بابا بدك تفهمني إنه أنت كثير همك الأمر إذا أنا قبل العادي أو بعد العادي ظهرة؟ شو في وعي معصبة وكرهتيني هالقد؟ ماشي ما بيني شي. باي. بونجور ماما. أنا فيلة. مع السلامة حبيبتي. لو عرفتك راجع ما كنت أخذت حبة منوم ونمت، كنت نطرتك، كنا قعدنا ثلاثتنا سوا شوي وحكينا. بقى على الغدا؟ شو طالع بالك تتغدى؟ أنا ماشي بعد شوي. عندي شغل. تشوف عيالتهم وانا عايش، انت فاهمة؟ ها؟ هاي رامي. حذري شو؟ انا ضبيت اغراضي وبعد شوي طالع على المطار واليوم بكون ببيروت. عن جد؟ يعني خلص؟ يعني مانك مضطرة تشوفيني، بس انا عم خبرك انه انا رح اكون جنبك. لا أكيد مضطرة، كتير عبالي شوفك وقعد أحكي أنا وياك. إيه يلا كتير منيح، معناتها أنا بوصل وبدقلك. أوكي يلا تعا ناطرتك، أصلاً اشتقت لك كتير. لو تشوفي أنا. يلا خلص أول ما أوصل يارب بحاكيك. أوكي توصل بالسلامة يا رب. باي. Thank you.
عم تلفن لك تطمنك عني. قلت اكيد بيكون مشغول بالك علي بعد اللي صار امبارح. اكيد مشغول بالي عليك، بس قلت انت بتكوني نايمه لانه بعده بكير، ما بدي تلفن وعيك. لا وعيك كثير بكير اليوم، مع انه كنت حابه نام هيك شوي ريح اعصابي، بس اياد فيقني ظهر كثير بكير وزينه ما بعرف وين راحوا. عن جد هذا النهار مبلش بكير الهيئه. انا وعيت ابكر من العاده، وتينا دقت لي كانت على الطريق رايحه على الشغل بكير، بس ما بعرف ليش. كيف يعني ما بتعرف؟ ظهرت قبل الموعد على شغلة؟ ايه والله كل الناس ريك دركت اليوم كأنه نهار رح يسمعنا. المهم هلا طمنين انت كيفك اليوم؟ انا سامسون صباح الخير. كيفك؟ منيح. كيفك انت؟ منيحة. شو بابا؟ ما بدك تغيري؟ بلا. ايه طب يلا. بعد ما حدا اجا؟ بعد بكير هلا. طيب وانت ليش جاي بكير؟ انا بحب هيك عامله روتين لإلي، بجي بعمل ستريتشينج الصبح، بحضر حالي تفاصيل يعني. ليش البقايا امتى بيجوا؟ يعني بعد في شي ساعه تقريبا وببلشوا. يرجع ويشوف عيونك يا رايقني يا رايقني.
وقتها اختفي. صعب كمل حياتي. آه يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي، شو صعب انسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا